قبر بيت جبريل هذا ورد في الحديث الصحيح في صحيح الإمام مسلم حديث الجساسة. هذا حديث كبير 3 صفحة أن الرسول عليه السلام حدث الناس إلى قيام الساعة في خلال يوم كامل، ثم أحدثهم عن الدجال، ثم جاء تميم ودخل إلى المسجد فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا تميم تكلم مع الناس لماذا رأيت؟ ثم بعد ذلك قال: يا رسول الله أقطعني حبرون. حبرون له خليل، فأقطعه حبرون وبيت إيل وبيت عينون وبيت جبريل وكل هذا منطقة لتميم بن أوس الداري، ثم كتب له بذلك. ولما جاء سيدنا عمر إلى هذا البلد، سيدنا تميم هذا كان راهب، موجود الآن عائلة تميمي في الخليل موجود، ولكن هناك عائلات كثير في الخليل، عائلة الداريين وعائلة التميميين، هم يسموا تميم بن أوس الداري التميمي، والداريين موجود إلى اليوم، علماء منهم كثير.